أهلا بكل متابعي منصات اليوم السابع في كل مكان في نشرة الظهيرة. وإلى العناوين: البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل لحماية الأمن القومي للبلدين، وسامح شكري وقوع ضرر من سد النهضة على مصر خط أحمر، ووزارة الصحة متفائلة بتراجع الإصابات وتحذر من الإهمال في الإجراءات الاحترازية، ومصادر حزبية ترجح تقديم تحالف الأحزاب المصرية أوراقه لمجلس الشيوخ اليوم. وإلى التفاصيل: أعرب مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى تضافر الجهود لدحر المحتل التركي لليبيا، وذلك بحسب بيان صادر عن البرلمان الليبي المنتخب. وأكد البيان أن ليبيا تتعرض لتدخل تركي سافر بمباركة من الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد، وأنه نظرا لما تمثله مصر من عمق استراتيجي لليبيا، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية لتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأى وجود خطر داهم يطال أمن البلدين. ونتابع في السياق نفسه: أكد وزير الخارجية المصري أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج هي اتفاقية غير شرعية، مشيرا إلى أن مصر طلبت الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها. وقال وزير الخارجية إن السياسات التركية في المنطقة باتت مصدر قلق إقليمي ودولي، لافتا إلى أن مجلس الأمن يستطيع اتخاذ إجراءات ضد تركيا تحت بنود الفصل السابع. ومن ناحية أخرى، أكد شكري أن مصر لديها خط أحمر يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وهو وقوع أي ضرر جسيم بسببه على الأمن المائي لمصر والمصريين. وأضاف في تصريحات له أن غياب الاتفاق بشأن سد النهضة سيؤدي إلى مزيد من التوتر إقليميا ودوليا، مشددا على أن مصر تمضي في مساري التفاوض ومجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة. ونتابع معكم في أخبار الثانوية العامة: أدى الطلاب اليوم الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط استمرار للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ونفت الوزارة تسريب الامتحان قبل بدئه، مؤكدة أن الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي تخص امتحان أعوام سابقة في الوقت نفسه. تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من الوصول لهوية عدد من الطلاب قاموا بتصوير أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية، مؤكدا أنهم طلاب بإحدى لجان محافظة أسيوط. كما أعلن دكتور محمد معيط وزير المالية عن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر، وستسمح المبادرة بمنح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعرضة للبيع، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي. أكد معيط أن هذه المبادرة سوف تتيح للمرة الأولى إمكانية الشراء أونلاين، وتسمح بالتقسيط لمدة 2 عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم. قالت وزارة الصحة على لسان مستشارها شريف وديع أن موقف مصر في مواجهة أزمة كورونا يسير في الطريق الصحيح في ظل انخفاض أعداد الإصابات. وأكد وديع أن العالم يشهد خلال الأسبوع الجاري أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 230 ألف إصابة خلال يوم واحد عالميا، بخلاف مصر التي تنخفض بها الإصابات، وهو ما يدل على نجاح المنظومة الصحية في التعامل مع أزمة كورونا. لكن مستشار وزارة الصحة في الوقت نفسه حذر من إمكانية عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى بسبب إحساس المواطنين بالأمان، وبالتالي نقص الإجراءات الاحترازية. نعم، رجحت مصادر حزبية في تصريحات خاصة اليوم السابع تقديم تحالف الأحزاب المصري الذي يقوده حزب مستقبل وطن قوائمه الانتخابية لمجلس الشيوخ، وذلك اليوم الثلاثاء. ويضم التحالف أحزاب الشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن المصري الديمقراطي التجمع المؤتمر الحرية وتنسيقية شباب الأحزاب، بالإضافة إلى حزب مستقبل وطن. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد استقبلت أمس في ثالث أيام عملها أوراق نحو 59 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى يوم السبت المقبل. ومن المقرر أن تعقد
أو تعقد الانتخابات في الداخل في 11 و12 من أغسطس المقبل. ونتابع معكم في أخبار الرياضة. تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة تقديم طلب رسمي لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية بعد اعتذار الكاميرون رسميا عن الاستضافة بسبب عدم جاهزيتها للتنظيم، وذلك حفاظا على فرص الأهلي والزمالك في التتويج باللقب القاري، كما تتجه نية اتحاد الكرة لتأجيل تكريم النجم المصري محمد صلاح في ظل غموض الأجندة الدولية للمنتخب الوطني بعد أنباء عن نية الكاف إقامة مباريات ودية للمنتخبات في أكتوبر المقبل. وعن أحوال الطقس، تشهد اليوم البلاد أو يشهد البلاد اليوم طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، فيما يشهد صعيد مصر طقسا حارا على شماله وشديد الحرارة جنوبه. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، فيما يكون الطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد. أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 35 ودرجة الحرارة الصغرى 24، أما الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة. وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم نسرين فؤاد وهشام عبد التواب في نشرة من إعداد محمود حسن ومحمد محسوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.